cardiac rehabilitation program is a multidisciplinary program. هو الحقيقة مالتي فاكتوريال كمان، يعني احنا بنقول ان هو اول حاجة انه بيتكون من education. دي ده جزء مهم جدا اللي عندنا، education of the patient, of his condition, his risk factors, and how the program is important for him. نمرة اثنين، لازم يكون في حاجة بنسميها vocational counseling، وده ان العيان بعد ما بيخلص البروجرام بتاعه بيرجع يشوف هو قد ايه شغله مناسب ليه ولا لا. نمرة ثلاثة، ان يكون في معاه دايتيشن مهم للمريض ده، علشان مش بس his weight و his physical fitness والحاجات دي، ولكن كمان انه ياخد healthy food، ما يبقاش فيه اي مشكله مع اي ادويه هو بياخدها، بالذات الناس اللي على انتيكواجليشنز. نمره ثلاثه، سايكايتريست، وده لان بعض الناس بعد الانترفنشن سبيشالي بوست كابج اند بوست فالف ريبليسمنت بيجي لهم كايند اوف سايكوزز، فدول سمتايمز بيحتاجوا كونسلتيشنز عشان القصه دي، انه بيجي لهم ديبريشن. وطبعا لان اهم واحد هو الدكتور الكارديولوجيست، لان الكارديولوجيست ده اهميته ان هو بيعمل الاسسمنت، والكلينيكال اسسمنت ده بيبتدي immediately بعد ما العيان يكون عمل الانترفنشن بتاعه. فلو جينا نتكلم مين المرضى اللي هم يعني suitable for cardiac rehabilitation program، هم most of the cardiac diseases يكونوا احسن المرضى دول يدخلوا على cardiac rehabilitation program، especially بعد ما يكونوا عملوا الانترفنشن او الجراحه بتاعتهم. sometimes patient هتقول ان طب الناس الهايبرتنسيف، هقول لك ايوه، رغم ان هو هايبرتنسيف وان هو مش محتاج rehabilitation program، لكن اقول لك لو كان معاه other risk factors زي الاوبيزيتي مثلا، اقول لك لا احسن يدخل على بروجرام. مش لازم يكون طبعا مونيتورد او واتشد من حد، ولكن اتليست تو ادفايز هيم according to his assessment ازاي ان هو يدخل على بروجرام علشان الهايبرتنشن بتاعه وازاي ان هو تاف هيلثي لايف. طيب احنا هنقول الناس اللي عملت انترفنشن باي اني مين هتعمل ايه. الناس دي بتبقى لو هنقول على الناس سبيشالي الناس اللي عملت كابج او فالف ريبليسمنت، احنا بنقول الناس بتاعت سبيشالي الناس بتاعت الفالف ريبليسمنت دول بيبقوا بقى لهم فترات طويله قاعدين في البيت، او ما بيكونش اكتف زي الناس الطبيعيين، لانه طبعا يوجوال دي هاف اكتيفيتيز اور يعني روماتيك اكتيفيتي او هارت فيلير، فالناس دي دايما بيبقى الفيزيكال فيتنس بتاعهم قليل، فنحط في بالنا ان هم يبقى لهم سبيشال تريتمنت في البروجرام. اما الناس اللي عامله كابج فدول ممكن بيبقوا maybe they can يعني have active life before القصه دي. في الاول العيان بيخش عندنا، بيدخل لو عمل جراحه بيبقى في حاجه اسمها فيز 1 ريهابليتيشن بروجرام، ودي بتبدا immediately بوست اوبرتيف. العيان في الفيرست ويك اوف افتر سيرجري بتبدا من اليوم 1 بعد ما العيان بيطلع من الجراحه، بنقول له ان انت بعد ما بتتشال بقى كل التيوبس والحاجات دي، بنقول له ان انت اتليست بتحتاج انك تتمشى، بتطلع وبتنزل دور على رجليك، وده بيبقى بالنسبه لك يعني this is a kind of first فيز كارديك ريهابيتيشن بروجرام لايك فور 1 ويك، بلس الحاجات اللي بيعملوها النيرسز. نمره اثنين، انه بعد ما بيخرج العيان بنقول له انت هتقعد اسبوعين في البيت، وبعدين بتجي لنا ثاني بنعمل لك اسسمنت. الاسسمنت ده بيبقى عن طريق ستريس تيست بيتعمل، بنشوف العيان ده هي اتشيفد هاو الهارت ريت بتاعه قد ايه، ات ماكسيمم هارت ريت، والميتس بتاعته اتشيفد على التريدميل. ومنها بنعمل له ايكويشن، بنشوف تقريبا بيشتغل around 60% of his maximum workload اللي عمله، بنحطه على program of rehabilitation، ان احنا نقول له ان انت لازم تكون بنحافظ لك على انك انت كل الاكسرسايز بتاعتك بتبقى ايروبيك، بنحطه بقى على البروجرام واللي هو بيبقى لايك فروم 6 تو 8 ويكس، ودول بيبقى بنعمل اللي هي الورم اب بيريد في الاول، ودي بتبقى 2 3 مينتس، وعلى ستريتش كايند اوف ستريتشز للماسلز، ستريتشنج للماسلز وكده، وبعد كده بنحطه على اللي هي الاكسرسايز فيز، ودي بتبقى على حسب هيز فيزيكال فيتنس، وعلى حسب ان هو ما يدخلش مننا في انيروبيك ستيج، يوجوالي وي هاف تو بي في الايروبيك ستيج بتاعته، ودي بتبقى على حسب بتبقى تقريبا من 15 ل 30 دقيقه في الاول، ممكن توصل لغايه ساعه في اخر البروجرام، ممكن نعملها انترفال بروجرام على حسب الحاله بتاعته، على حسب ريسك فاكتورز، على حسب في بريفر فاسكولار ديزيز، على حسب في هارت فيلير ولا ما فيش. دي بتبقى
بنديزاين البروجرام بتاعه الانتنسيتي بتاعت البروجرام على حسب الفيزيكال فيتنس بتاعت العيان والاسسمنت اللي احنا عملناه. بعد كده العيان بعد ما بيكمل من 6 ل 8 اسابيع في فيز 2 بيدخل على فيز 3 ودي بتبقى on his own، بمعنى ان هو ممكن he do it like for 2 years مثلا، ولكن مش لازم يكون مونيتورد ولا حاجه الا لو بيعمل ريجولر تشيك اب معانا، وبنقول له ان انت بنقول له ايه اللي يناسبه ان هو يعمله كم مره والانتنسيتي ازاي وطريقه البروجرام ازاي. لو العيانين ات هاي ريسك بعد ما خلصوا التو ال 8 ويكس دول ده بيدخل على فيز 3 وفي فيز 4 انا اسفه فيز 4 اللي عنده بيبقى بقى مونيتورد اوكي. فعشان تاني نقول فيز 1 ده ان هوسبيتال، فيز 2 واتشد ومونيتورد مع الدكتور، فيز 3 ده بيعملها اون هيز اون للعين اللي هو اللو ريسك. طيب العين الهاي ريسك بيدخل على فيز 4 وفيز 4 دي يعني العين بيرجع يبقى مونيتورد تاني، واحد بيبقى على حسب الليفل اوف بنسميها ريسك ستراتيفيكيشنز بتاعته. وطبعا احنا عارفين يعني ايه ريسك ستراتيفيكيشن، احنا بنشوف عوامل الخطوره في العيان ده لو ريسك ولا انترميديت ريسك ولا هاي ريسك. ودي سيمبلي لو حتى قلناها بالماتس العيان اللي هو اتشيفد 7 ماتس ده اولموست لو ريسك وما عندوش اي سي جي تشينجز ات ريست او اريزمياز ات ريست او هارت فيلير. العيان اللي هو انترميديت ريسك ويكون اللو ريسك كمان ايجكشن فراكشن بتاعته اراوند 50 او اكتر 50% طبعا. العيان الانترميديت ريسك اللي هو من 40 ل 49% ايجكشن فراكشن وبيكون في الماتس بتاعته مش اقل من 5. الهاي ريسك لو الماتس بقى اكتر من 5 والعيان ده ان هارت فيلير او اريزمياز او اي سي جي تشينجز ايفن ات ريسك. فدول لو بنتكلم على ريسك، احنا بعد ما العيان بيخلص الريهابليتيشن بروجرام بتاعنا سبيشالي فيز 2 بنقول له بقى خلاص انت كده تقدر ترجع شغلك، وزي ما اتفقنا ان احنا بنقول له ايه الشغل اللي يناسبه، هل هو يرجع لطبيعته الشغل الطبيعي ولا احنا، وده اللي بنسميه فوكيشنال كونسلنج. وده طبعا لانه يعني ده سبيشالي مع الناس الاوكيبيشنال بقى دكتورز اللي هم الاوكيبيشنال اللي بيشوفوهم مسؤولين عنهم في الشركات او في البنوك او في المصانع، ده بنقول له العيان ده لازم يشتغل شغل خفيف او شغل متوسط او ما يتعرضش لابخره او لدخان او هكذا. لو العيان كان محتاج بالمونري ريهابليتيشن كمان بنساعده فيه. ويمكن احنا وده يدخلنا على قصه الاوكيبيشنال ديزيزز وعلاقتها بالهارت اوكيبيشنال سوري هازردز وعلاقتها بالاوكيبيشنال ديزيزز، فدي يمكن دي نقدر نتكلم عليها في وقت تاني لانها مرتبطه الحقيقه ان العيان يرجع لطبيعته ولشغله، فلازم نعرف طبيعه شغله ايه الاول قبل ما نقول له انت ارجع لحياتك الطبيعيه. فنتمنى ان الكاردياك ريهابليتيشن بروجرام نعرفها من هو جزء من التريتمنت مش حاجه يعني اوبشنال، لا ده جزء من التريتمنت ولازم يبقى متكمل. وان شاء الله يمكن يكون لنا لقاءات ثانيه نتكلم فيها عن مور ديتيلز اباوت كاردياك ريهابليتيشن بروجرام.